عنده إشكال حول تربية الدجاج في البيت، هل هو حلال أم حرام في الصلاة؟ هذا سبب ذلك، هل الغلوة تربية الدجاج أو غيرها من الطيور الأليفة التي تؤكل وينتفع بها؟ لا بأس بذلك، بشرط أن يوفر لها ما تحتاج إليه من الماء ومن الماكل، ولا يضيق عليها وأن يجعلها في مكان مناسب، بمعنى أنه يحسن إليها ويحسن تربيتها ولا يضار بها، إذا فعل ذلك فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.